من راح جيش مصر راحت مصر. احنا المنطقة صعب، العراق صار فيها ما صار، سوريا صار فيها ما صار، ومصر يصير فيها ما صار. لكم أن تعرفوا شو اللي بيضل من الميدان لأبو حديدوان. هيك موقف جلالة الملك واضح، وكان حاسم وكان تاريخي، كان قوي. أنا متأكد حين يؤرخ المؤرخين لجلالة الملك راح يسجلوا له أنه الأردن بقيادته أخذ الموقف، لأن أحيانا القرار صعب مر. فموقف الأردن نعتز فيه وندعمه ونعيد إن شاء الله، لأنه يستهدف خير مصر ومن ثم خير الأردن. ليس الأردن بيقسم حاله أحزاب ولا بيقسم حاله شيع ولا بيقسم، الأردن بيعرف خطر المصلحة الحقبة